علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروهم بالقتال ما لم يعتدوا عليكم. هذا بديل بن ورقاء الخزاعي يقول لكم إن محمداً لم يأتي لقتال، وإنما جاء لزيارة هذا البيت، فما تقولون يا معشر قريش؟ حتى وإن كان قد جاء ولا يريد قتالاً، فورب الكعبة لن يدخلها علينا عنوة حتى لا نصبح نطغة على ألسنة العرب. يا سيد قريش، أنا مستعد للذهاب إلى محمد لكي أتفاوض معه. لم يحن دورك يا سهيل. يذهب مكرز بن حفص العامري ولينظر لنا ما يريد منا محمد. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريشاً قد أرسلت لكم بالأمس مكرز بن حفص، وهو رجل غادر، وقد أرسلت لكم اليوم الحليس بن زيد سيد الأحابيش، وهو من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. يا معشر قريش، إنما جاء محمد زائراً للبيت الحرام، فخلوا بينكم وبينه. إنما أنت أعرابي ولا علم لك بذلك. ما على هذا حالفناكم يا أبا سفيان؟ خلوا محمداً لما جاء به، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نريد. يا عروة بن مسعود، اذهب إلى محمد ولا تعطيه ما لا نريد، وأنت تعرف ما نريد. هيا. حدثنا عروة بن مسعود الثقفي أنه قد أتى محمداً في قومه فقال له: يا محمد، قد جمعت أوشاب الناس وجئت بهم إلى مكة لتغضها بهم؟ إن قريشاً لبسوا لك جلود النمر. المشرك يهدد رسول الله؟ فنهره أبو بكر، وقرع المغيرة بن شعبة يده برمحه، وكاد أن يقتل لولا أنها النبي عن ذلك. ثم عاد إلى أبي سفيان وأصحابه وقال لهم: إن محمداً لا يتوضأ إلا وأصحابه ليبتدرون وضوءه. ووصلت أخبار من مكة أن عثمان رضي الله عنه موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قد قتل، فقال رسول الله حين بلغه النبأ: لا نبرح حتى نناجز القوم.
ودعا المسلمين إلى البيعة، فبايعوه بيعة الرضوان تحت الشجرة. لم يتخلف إلا رجل واحد، هو الجد بن قيس أخو بني سلمة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله على الموت. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن رسول الله لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع رسول الله الناس، ثم بايع عن عثمان بأن صفق يده الكريمة بالأخرى، ثم عاد عثمان وتبين أن مقتله لم يكن صحيحا، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، أرسلت لكم قريش سهيل بن عمرو، قد أراد القوم الصلح حين بعث هذا الرجل. يا محمد، إن قومك قد أرسلوني وقالوا: آتي محمدا فصالحه، ولا يكون صلحه إلا أن يرجع عنا في عامه هذا. لما تمنعوننا وقد أتينا عمارا لزيارة البيت الحرام؟ يا محمد، ماذا قلت؟ أنكتب عهدا في ذلك؟ يقول لك رسول الله: بلى، اكتب يا علي الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعرف هذا، بل اكتب باسمك اللهم. بأمر رسول الله اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، بل اكتب اسمك واسم أبيك. بأمر رسول الله اكتب يا علي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، واصطلحا على وضع الحرب بينهما 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشا ممن مع محمد لم يرده عليهم، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأن لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. واكتب أيضا: إنك تعود عنا في عامك هذا ولا تدخل علينا مكة، وإذا كان عام مقبل نخرج لك عن مكة وتدخلها مع أصحابك، فتقيم فيها لمدة 3 أيام، معك سلاح الراكب، السيوف في قرابها، ولا تدخلها بغير ذلك. وأثناء توقيع صلح الحديبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم كل شيء لسهيل بن عمرو، لذلك قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق وهو لا يعلم ما ينتظرهم بعد هذا الصلح من نصر وظهور لدعوة الإسلام: أولسنا على الحق يا أبا بكر؟ أوليس هو رسول الله يا أبا بكر؟ أولسنا المسلمين وهم المشركون؟ وأبو بكر رضي الله عنه يقول لعمر: إلزم غرزه يا عمر، إلزم غرزه يا عمر. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني.
لذلك أبرم الصلح ودخلت خزاعة في ميثاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في عقد قريش وعهدهم. اكتب يا علي، بأمر رسول الله شهد عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص، وكتبه وشهد عليه علي بن أبي طالب. يا رسول الله اسكت. أشهد. اسكت يا محمد، لقد ضجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. يقول لك رسول الله صدقت، فرجع مع أبيك يا أبا جندل واصبر واحتسب، فإن الله جعل لك مخرجا. إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لن نغدر بهم. بأمرك يا رسول الله. هيا أيها الطابع، هيا تعال أيها الوغد. لبيك يا رسول الله. أسكت 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 أيها الوغد، تركت أهلك وعشيرتك وتبعت محمد، أتريد أن تصبح مثل أخيك؟ تعال 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 معي. هيا اصبر يا أبا جندل، فإنهم مشركون. ألمنا ما حصل يا أبا جندل، ولكنه العهد. إنما حثيث إلى جنبه أقرب إليه مقبض السيف، رجوت أن يأخذه ويضرب أباه فضن بأبيه. يا زبير، تراني تأولت وأخطأت. يا رب ارحم عمر بن الخطاب، ما أراد إلا نصرة دينك وإعلاء كلمتك. سأتصدق وأصلي وأعتق مما جرى على لساني. يا عمر، لقد أصاب القوم مما جرى من الصلح ومن ردنا عن بيت الله أمر عظيم. انظر إلى وجوههم حزانة. يا معشر المسلمين، إن رسول الله يأمركم أن تحلقوا وتنحروا هديكم، فهو خارج سيحلق وينحر بدنا. هلموا هلموا يرحمكم الله. وبعد تردد حلق الناس وقصروا ونحروا هديهم، بالرغم ما أصاب المسلمين من الغم فيما رأوه من صلح الحديبية. نزل الوحي الإلهي مشيرا بالفتح العظيم في سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يا عمير يا عمير، واللات والعزة، إننا نعرف ما تفعله في مكة أنت وأصحاب محمد. اسمع يا أبا سفيان، ما تزال الغشاوة على عينيك وكأن العمى قد أصابك. ويحك يا عمير، هكذا تحدث سيد قريش؟ تالله لتموتن يا عمير. على رسلك يا أبا سفيان، لا يأخذنك الغضب وأنت المعروف بالحلم، فأنا الغضوب الذي لا يخشى إنسا ولا جنا. ولكنك تخشى محمدا وتعمل لمصلحته فتفسد علينا أبناءنا. ويحكم يا معشر قريش، لقد فضحتمونا بين العرب. ويحكم ما أصغر عقولكم وما أرق حلومكم، أما ترون ما نرى وأنتم الملأ والسادة ودعاة الحلم والمعرفة بأصول الناس والعباد؟
أما قولك إنني أخشى محمدا فقد صدقت والله، إنني أخشى الله ورسوله، فأنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقد أعلنتها لقريش ويدي على مقبض هذا السيف المسموم الذي ما يزال على عاتقي. أما قولك إنني أعمل لمصلحة رسول الله فهذا فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعمل لهداية الناس إلى دين الله الحق، ولست أخاف من أحد. أما قولك إنني أفسد الناس فلسوف يأتي يوم يفاجئك عدد من أسلم بمكة. أبا سفيان، أفلا أخبرك بخبر يسرك ويمجدك ويرفع من هامتك وهامة بني عبد شمس كلهم ويجعلك تضحك في داخلك رغم أنك تدعي غير ذلك؟ خبر تفرحني به يمجد بني عبد شمس؟ بل وقريش كلها. قل ابنتك أختنا رملة زوج عبد الله بن جحش. لا، بل طلقته، فلا يجوز لامرأة مؤمنة طاهرة أن تكون زوجا لرجل مشرك ترك الإسلام وارتد عنه. افصح يا عمير. أم حبيبة صارت أم المؤمنين جميعا، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه عليها وشهد على العقد وقدم الصداق النجاشي ملك الحبشة. والله إنما تقوله لصحيح، رمته صارت أمنا وأم المؤمنين جميعا رضي الله عنها. أما يهز وجدانك هذا الأمر وأنا أعرف أنك فرح في سرك؟ فالزوج خير خلق الله وسليل هاشم وذروة السنام من عبد مناف، بل سيد أهل الأرض. والله إني أغبطك يا أبا سفيان، ولو أراد بك الله سبحانه وتعالى خيرا لأسلمت وشهدت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحك يا عمير، أنسيتني. قل، ما الذي نسيته؟ أبو بصير عتبة بن أسيد فر إلى محمد فأرسلنا إليه كتابا ليرده إلينا، إن لم يفعل يكون قد نقض صلح الحديبية. يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، هيئ لنا وللمسلمين المستضعفين في مكة مخرجا ترضاه. يا رب العرش العظيم، هيئ لأبي نصير والمستضعفين في مكة المحبوسين في الله في مكة مخرجا ترضاه. يا أبا بصير، أنت رجل مؤمن ومسلم، وقد أرسلت قريش هذا الرجل من بني عامر لنردك إليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك رسول الله يا أبا بصير، إنا أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله سبحانه جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك راشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. السمع والطاعة لأمر رسول الله. والله لو كان في ذلك إزهاق روحي ما خالفت أمر رسول الله. هيا يا رجل انطلق. اللهم يا رب العرش العظيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فرج هم أخوتنا المؤمنين المحبوسين بمكة، فرج هم أخوتنا المؤمنين، اللهم يا رب العالمين. آمين. يا جلالة الملك، جئنا نودعك. لقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للعودة، وإنا صادعون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يا ملك الزمان، إن ما فعلته لنا وللإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله إلا من يحمل نفسا كبيرة ووجدانا رفيعا، وإنا نحمله في قلوبنا ووجداننا. شكرا لك ما حيينا. أنتم إخوتي يا جعفر. منعتنا وحميتنا وصمت أعراضنا، منعك الله في ملكك وحماك من عذابه يوم لا حامي إلا، وصان الله عرضك وأعز ملكك وهزم أعداءك. آمين يا رب العالمين. فأذن لنا يا جلالة الملك. أبشركم يا إخوتي، إن الإسلام يفشو بين العرب، وتصلون بلادكم ولسوف تجدون ما يفرح قلوبكم. جزاك الله خيرا يا جلالة الملك. ويحك، أتظن أني أعود إلى مشركي قريش يفتنونني عن ديني؟ لا والله، وقد وفى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني مع وفدكم بأمر من نبي الله، لكن أن أعود إليكم هيات. عد إلى مشركي قريش وقل لهم لقد فر أبو بصير منكم إلى حيث يمنعه الله. هيا بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والله لو أمرني لأرسلت له جيشا يحارب تحت رايته حتى أوطئ له رقاب أهل بلاده. والله إني أفارغكم وقلبي يقطر ألما وعيني تدمع حسرة. تذهبون يا إخوتي وتتركونني وحدي، وإني لأرجو الله سبحانه أن يفشو الإسلام في بلاد الحبشة ذات يوم ويفيض نعمته على أهلها. بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإني لأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عاد أبو بصير، اللهم ما أسرع ما استجبت، رحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بصير، عتيبة بن أسيد. بلى يا سهر رسول الله. ماذا جرى يا أبو بصير؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، محش حرب لو كان معه رجال. سيكون لي رجال يؤمنون بالله ورسوله يذيقون قريشا ما تستحق، فأذن لي يا رسول الله. بورك فيك يا أبا بصير، اذهب على بركة الله. والله يا ابن الخطاب، سيكون لأبي بصير شأن عند مشركي قريش.
يا رسول الله، غدر الأعراب، قتلوا راعيك واستاقوا الأنعام وهربوا. لا حول ولا قوة. ويح الأعراب العرنيين، لقد أتوا رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إن أناس أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوضمنا المدينة. فأمر لهم براع وأزواد، ثم أمرهم أن يخرجوا إليها فيشربوا من بواضع ألبانها وينتفعوا بها. فما نفعل يا رسول الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج كرز بن جابر الفهري على رأس سرية في أثارهم، اللهم اعم عنهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل. يا معشر المهاجرين والأنصار، هذه أختكم أم كلثوم، ابنة عقبة بن أبي معيط، وقد فرت بدينها إليكم. فالله الله في أختكم، الله الله في أختكم. ادخلي إلى رسول الله في المسجد يا أم كلثوم، عسى الله أن يجد لك مخرجا. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حكم الله نزل بشأن المؤمنات المهاجرات من مكة إلى أخوتهم المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا معشر المسلمين، فاعلموا واشهدوا إني أطلق امرأتي قرينة بنت أبي أمية بن المغيرة، فهي ما تزال على شركها. بعثوا من يبشر أم كلثوم ابنة عقبة بأنها لن ترد، إن حكم الله بين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما بعهوده ومواثيقه، إلا ما نزل من عند الله قرآنا يجيز للمهاجرات أن تأتي المدينة. وخرج أبو بصير إلى الساحل في منطقة تسمى ذي المروة، وهناك رصد لقوافل قريش إلى أن أذاق المشركين الويلات، وصار لأبي بصير صولة وجولة على طريق قوافل قريش. وعندما استفحل أمره وظهر خطره، أرسل مشركو قريش كتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون فيه أن يقبل الرسول هجرة أبي بصير وجماعته إلى المدينة المنورة. وجعل الله للمسلمين المقيدين المأسورين في مكة فرجا ومخرجا، كما وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. يا معشر قريش، علينا أن نستفيد من الهدنة مع محمد، فنذهب إلى الشام ونتاجر إلى غزة. يا معشر قريش، عسى أن تربح تجارتكم. أعلوا هبل. يا معشر المسلمين، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تبعثوا كتابا إلى ملك أو سلطان أو أمير، فليكن جميل الخلق والخلقة، حسن المنطق
حلو الحديث طيب المعشر. يا معشر المسلمين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يرسل بكتب إلى كسرى فارس وقيصر الروم والحارث الغساني والمقوقص عظيم مصر وابني الجلندي ملكي عمان وإلى بادان ملك اليمن. أما موفد رسول الله إلى قيصر الروم فهو دحية الكلبي. تقدم يا دحية وخذ كتابك. سمعا وطاعة لأمر رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. صدق من قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلى كسرى ملك فارس. أبوك بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا، فإن تسلم تسلم، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. محمد رسول الله. ظهر ملك الختان كما رأيت في الحلم. تقولون ما نعلم أحدا يختتن إلا اليهود، وهم تحت حكمك في ملكك. لا، صاحب هذا ليس يهوديا. أيها البطارقة، جيدوا لي أحداً من بلاد هذا الرجل صاحب الكتاب، مسافراً كان أم تاجراً. انطلق. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى ابني الجلندي جيفر وعبد ملكي عمان، وبآخر مع حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص عزيز مصر، الذي ما إن وصل الكتاب حتى قبله ووضعه فوق رأسه وأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهدايا. وفي هذا العام تزوج رسول الله من ماريا القبطية التي أنجبت له ولده إبراهيم، وبعث برسالة أخرى إلى هوزة بن علي ملك اليمامة مع صليت بن عمرو. فاستشاط كسرى غيظا ومزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتب إلى عامله على اليمن باذان بأن ابعث إلي بهذا الرجل. فبعث باذان قهرمانه باذويه، وهو كاتب حاسب
ومعه رجل اسمه خرخرة، وأرسل معه كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالذهاب إلى كسرى. لك السلام يا قيصر الروم العظيم. إذن أنت من بلاد ذلك الرجل، أأنت على صلة رحم به أكثر ممن معك؟ نعم، إنه ابن عمي وأنا أمسهم به رحمة. أتصدقني القول؟ أنا سيد قريش، لو فعلتها وكذبت لفضحت في مكة. أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم. إنه أقل من أن تهتم به، إنه يدعي ويقول ويتبعه بعض ضعفائنا وصعاليكنا، فسلني ما تشاء. كيف نسبه فيكم؟ نسبه نسب محض، إنه من أوسطنا نسبة. فأخبرني، هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما قال فيتشبه به؟ لا. فأخبرني، فهل كان له ملك فسلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه له؟ لا. أخبرني من أتباعه؟ أتباعه هم بعض الصعاليك والفقراء والمساكين والأحداث، أما الأشراف وذو الأنساب فلا. فأخبرني عن أصحابه، أيحبونه ويكرمونه؟ وهل أحدهم يفارقه بعدما يتبعه؟ ما تبعه أحد وفارقه. أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون. ماذا يقول؟ بما أتى وبما يأمركم؟ يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصلة والصدق والعفاف. وماذا عن الحرب بينكم وبينه؟ هي سجال، يدال علينا ويدال عليه. هل يغدر؟ لا، نحن وإياه على عهد صلح لعشر سنوات، فوالله نحن على ثقة بعهده. لا تغادر، أبقوه هنا حتى ننظر في أمره. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسمته حق وغرته هدى وحياة، حق وغرته هدى وحياة. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، وصبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته وراء، والسين من سوراته وراء. اسمع أيها الرجل، إنك لتكره هذا الرجل الذي أسألك عنه ولا تدين له، ومع هذا لم تستطع إلا أن تقول فيه ما قلت، فقد زعمت أنه من أمحضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله الأنبياء من أواسط قومهم. وسألتك هل كان من أهل بيته من يقول ما يقول فقلت لا، وسألتك هل كان له ملك فسلبتموه إياه فقلت لا، وسألتك عن أتباعه
فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسألتك عمن يتبعه أن يحبه ويكرمه أم يفارقه، فزعمت أنه قل من يفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. وسألتك عن حربكم معه فقلت سجال، وكذلك تكون حروب الأنبياء ولهم تكون العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وحق يسوع المسيح لئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين وأنا في إيلياء ببيت المقدس وإلى أبعد وأبعد من ذلك بكثير، ولوددت أني عنده فأغسل قدمي. الحق بشأنك. علمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.